هذا الكلام الآن من البرهاني مقدمة وكذا، أظن لا. يعني هذا التبويب حقوق المتعلقة بالتركة وباب، هذا ليس من المؤلف، مفهوم؟ لأنه أكثر من ينظم ما يذكر التبويب، لأن التبويب يقطع عليك وأنت تقرأ الآن نظم يقطع عليك، فالتبويب هذا ليس من المؤلف، امشي مباشرة من دون تبويب. نعم. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى. واحدة واحدة. يسمي الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الكلام الأمور المتعلقة بعين التركة، الأمور متعلقة بعين التركة. أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاله، وانتهى الباب هذا كامل. أول ما يبدأ به في المال تدريه من ماذا؟ من تدوم في مقاله. إذن خلاصة هذا الباب كلمة إيش؟ تدوم، كلمة تدوم، وانتهينا، انتهى الدرس. مفهوم الشيخ؟ العلماء رحمهم الله تعالى يسروا لنا العلم وألفوا المؤلفات، بقي معنا أن نسير على هذا الطريق. تدوم، إيش معنى تدوم؟ تجهيز ديون، صح؟ التاء تجهيز، تدوم، تاء تجهيز، دال ديون، واو وصية، ميم ميراث، انتهى الأمر. هذا الترتيب يا أخوانا، ما يحتاج تكتب مرة واحدة، انتهى تدوم. خلي البيت يا رجل، مفهوم؟ أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. تدوم أولا نأخذ من المال الميت ماذا؟ تجهيز، مؤن التجهيز بالمعروف، من شراء كفن مثلا، أجرة حفر قبر أو ما إلى ذلك، خلاص، لكن بالمعروف. يعني الكفن عندنا في كفن مثلا ب200 ريال، وفي كفن ب100، وفي كفن ب300، نأخذ أبو 200 وسط بالمعروف متعارف عليه بين الناس، لا إسراف ولا تقتير، تمام. إذا جهزنا وكفلنا، أخذنا الآن بعد عمر طويل في طاعة الله، من؟ الشيخ سايد، قولوا آمين. توفي الشيخ سايد، المهم بعنا الأشياء، النظارة وكذا والسيارة وكذا، جمعنا التركة. التركة كم؟ والله قال التركة 6000. طيب 6000 ريال، أخذنا التركة. الآن جاءنا الشيخ قال نريد نشتري كفن، أخذنا من 6000 كم؟ 200 ريال، اشترينا الكفن، تمام، تجهيز. ثم بعد هذا ايش نصنع؟ الديون. الديون عندنا تنقسم الى قسمين، معلقه ومرسله. معلقه ومرسله، المعلقه يعني مثل الرهن الان، لان هذا دين موثق، فالتركه الان معلقه عندنا، ما نستطيع الحصول على 6000 هذه حتى نفك الرهن، فهذا دين يسميه العلماء دين معلق، نبدا به اولا بالدين المعلق. كم؟ قال أخذ من فلان 800 ريال برهن، فدفعنا 800، بقي كم؟ 5000. دين مرسل الثاني، دين معلق انتهينا منه، الآن دين مرسل. الدين المرسل قسمين، دين لله ودين للآدمي. كيف دين لله؟ عليه كفارات أيمان ونذور، كم؟ 500 ريال. وعنده دين لفلان 500 ريال، بأيهما نبدأ؟ بدين الآدمي أو دين الله سبحانه؟ المسألة فيها خلاف. قالوا لأن دين الله سبحانه وتعالى حق الله مبني على العفو، وحق العباد مبني على المشاحة، بخل، ما يسامح، مفهوم؟ نعم، ما عندنا إشكال الآن لأنه في تركة الحمد لله، لكن لو لم يبقى شيء من التركة أيهما نقدم؟ قول أننا نحسب والتركة مع الدين وتنقص الجميع بالتساوي. كيف؟ قلنا هذا 500 وهذا 500، اعتبر أنه تركة سائد الآن 500 ريال، والديون كم؟ 500 و500، 1000 ريال، ما
مفهوم؟ طيب ايش نصنع؟ ننقص هنا وننقص هنا. او مثلا الان هذا يطلبه 1000 ريال وهذا يطلبه 1000 ريال، خلاص تركه كم؟ لا لا لا، التركه الجديده الان 500 ريال. فهذا يقول اعطوني 500 وانا امشي وخلي الثاني يضيع ما له شيء، والثاني يقول اعطوني انا، نقول لا، النقص الحقكم بالجميع. فايش نصنع؟ ناخذ المال فوق على مجموع الديون. المال كم؟ 500. والتحت كم؟ 2000. صارت كم الآن؟ ربع، صح؟ إذن هذا يأخذ ربع ما يستحق 250، وهذا يأخذ ربع ما يستحق. سهلة جدا، مفهوم؟ تمام. إذن الدال ديون معلقة ومرسلة، المرسلة لله وللآدمي. بعد هذا ماذا؟ الواو الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، تضبط هكذا، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. آخر شيء عملنا نحن، مفهوم؟ الميراث. نعم، يبدأ أولا بما تعلق بعين التركة، هذا عندهم، وإحنا مشينا على ما رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، تدوم تجهيز ديون وصية ميراث، لكن هنا لا. نعم، قال رحمه الله: يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن والثقة. قلنا هذا الدين المعلق. نعم، فيبدأ هم عندهم تدوم، لكن قبل التاء الدين المعلق، ثم التجهيز، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، ثم الميراث، مفهوم؟ نعم. به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسلي. خرج هو على المسألة قليلا، يعني استطرد في تجهيز الزوجة. الزوجة الآن، تجهيز الزوجة على من؟ قال على الزوج، وهذا من باب الإحسان لها، مفهوم؟ نعم، تفصيل هذه المسائل يعني هذه نرجع إلى كتب الفقهاء. نعم، وهذا من الإحسان لها أن يكون التجهيز على الزوج. نعم، ثم هي تموت والحمد لله ما في إشكال إن شاء الله. نعم، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل. نعم، ثم الوصية بالثلث فأقل، هذا قلنا إحنا، قلنا الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. نعم، لأجنبي يعني الغير وارث، ليس بأجنبي يعني غير كويتي. نعم، قال رحمه الله: ولإرث ما فضل، هذا الباقي الميراث آخر شيء. نعم،